الباب الخامس والستون ومئة. باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال، لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.